26/3/2020 بالتعاون مع دائرة صحة كربلاء والأبنية المدرسية في محافظة كربلاء ومتظاهرو كربلاء قاعد نعفر الأحياء السكنية والدوائر الحكومية. حاليا احنا بمقر مديرية حماية المنشآت قاعد نعقم المكان للي يقولون انه المتظاهرين نايمين وما قاعد يسوون شيء. قاعد نعفر صار 9 ايام او 8 ايام من بداية حظر التجوال. تحياتي للجميع.